الكوسة البشاميل. الكوسة اللي بالبشاميل مشكلتها مع كل الناس ان هي بتكب ميتها او تبك ميتها زي ما بنقول كده في المصري، وتبقى عاملة طبقة من المية كتيرة جدا جدا من تحت، والناس ما تعرفش تاكلها. هي خطوة واحدة بس تجنبكم الموضوع ده، تشويح الكوسة لحد ما تقفل كل المسام بتاعتها ويبقى لونها ذهبي غامق فقط، وكملوا بقية الوصفة زي ما انتوا عايزين. انا هعملها بالعصاج والبشاميل، مش هعيد البشاميل تاني لان احنا لسه عاملينه مع بعض، وهحط على وشها جبنة. الجبنة اختياري اكيد، العصاج ممكن تحطوله، في ناس بتحب تحطوله معلقة صلصة، انا ما بحطلوش صلصة، لكن مفيش مشكلة مش هنختلف. علشان نعمل الكوسة البشاميل عندنا كوسة، وانا بنصح باستخدام الكوسة بالقشر بتاعتها بس تكون اتنظفت كويس جدا جدا، و اتعملت كده اتشرحت كده بالسكينة او بالشوكة او بالمقوار، وتأكدنا ان ما فيهاش اي نوع من انواع الرملة. ادي اول نقطة تكون بالقشر بتاعها. تاني نقطة تكون السمك بتاعها وسط زي ما انتوا شايفين كده، لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. هحط معاها زيت زيتون وزبدة وتوم ونعناع ناشف، النعناع اختياري بس بيبقى حلو جدا جدا مع الكوسة. بعد كده عشان اعصج اللحمة عندي زبدة، عندي بصل مفروم، قرفة وجوزة الطيب ولورة وحبهان، اللي بيحب يضيف مستكة يضيف، أكيد معانا ملح وفلفل في كل الطبقات. بعد كده عندي بشاميل جاهز زي اللي احنا لسه عاملينه للفراخ، وعندي شوية موتزاريلا هحطها على الوش اختياري، أو أي نوع جبنة انتوا بتفضلوه أو موجود عندكم. ايه اللي هنعمله؟ بسم الله. هاخد هنا زبدة، هحط معاها البصل، الملح، الفلفل، الحبهان صحيح او باودر، بس لو صحيح بعده، انا حطيت 2 حبهان، لورا باودر او صحيح بس هعده 2 لورا عشان لما اجي اشيل بعد كده اعرف اشيل، رشه قرفه لا تسكر، رشه جوزة الطيب لا تسكر، اللي عايز يستبدلهم ببهارات لحمه او 7 بهارات يعمل كده. قلبنا، وزعنا البهارات كويس جدا جدا على البصل، البصل بدأ يطرى، أقوم نازلة باللحمة وأسيبها بقى تتعصج. وهي بتتعصج هنعمل إيه؟ هناخد الناحية التانية في ووك سخنة زبدة، شايفين اللون ده؟ انا عايزه اللون ده يا جماعه، انا عايزه اللون ده، اللون اللي هو بندقي شويه ده للزبده، هو ده اللون اللي انا عايزاه. كوسه مش مسلوقه، ثوم، نعناع ناشف اختياري لكن انا افضل انكم تجربوه، معلقة زيت زيتون مع الزبدة اختيارية برضو بس بفضل انكم تجربوها مع الكوسة. الكوسة اللي احنا بنعملها دي تعتبر كوسة سوتيه، يعني ممكن تاكلوها كده من غير ما تحطوا لها عصاج وبشاميل، وممكن تحطوا لها معلقتين عصاج وتاكلوها برضو كده من غير ما تدخلوها الفرن وتحطوا لها البشاميل، وممكن بعد ما تحطوا لها العصاج تحطوا لها عصير طماطم وتبقى كوسة مطبوخة بالصلصة أو بالصلصة والعصاج، يعني بصوا يطلع منها حاجات كتير قوي قوي. بدأ يخش في التسوية العصاج، أنا طبعا بقلب كويس جدا أتأكد إنه كله متوزع مظبوط، وإذا في أي تكتلات من اللحمة بطرف الاسباتيلا مش بالعرض بتاعها ببتدي أكسر التكتلات دي علشان اكسرها من غير ما انزل الميه اللي في اللحمه عشان ما تنشفش مني. ارجع تاني للكوسه، الكوسه على نار عاليه ما تتوطوش عليها ابدا، لان المطلوب ايه؟ المطلوب قفل المسام بتاعتها علشان الميه ما تنزلش. الريحه خطيره، اللون بدا يبقى ذهبي بس لسه انا عايزه لون اغمق من كده سنه. كده العصاج استوى واي تكتلات فيه بنفكها،
كده الكوسة أخدت اللون المطلوب، شايفين اللون عامل إزاي؟ الريحة هنا خطيرة، تقدروا تاكلوها زي ما هي كده يا جماعة. أهو شايفين؟ هاخد بقى الكوسة على البايركس أو الصينية أو الطاجن أيا كان اللي هيدخل الفرن إيه؟ عليها العصاج البشاميل بنفس طريقة البشاميل اللي احنا لسه عاملينها للفراخ، طبعا البشاميل تقدروا تشيلوه في الفريزر، العصاج تقدروا تشيلوه في الفريزر، الصينية دي زي ما هي كده قبل ما تخش الفرن تقدروا تشيلوها في الفريزر، الصينية بتاعت الفراخ قبل ما تخش الفرن تقدروا تشيلوها في الفريزر، شوية جبنة على الوش اختياري أي نوع بيسيح، دي موتزاريلا، وعلى الفرن برضو ربع ساعة تلت ساعة وشكرا. ليه؟ لأن كل حاجة مستوية، مش عايزين الحاجة تقدد مننا. وعلى الفرن برضو درجة الحرارة 190-200، مدة من ربع ساعة لتلت ساعة، المهم تكونوا سويتوا العصاج والكوسة كويس. الفرن شغال من فوق ومن تحت، لو فرنكو حامي قوي تقدروا ان انتوا تشغلوه من تحت بس وترجعوا تشغلوا الشواية في اخر دقيقتين بس كده على وش الجبنة.